إذا أنت تفكر في لابتوب جديد أو جهاز جديد، يمكن التقنية اللي بذكر لك إياها تكون جدا مهمة لك، لأنها بتوفر لك فلوس وبتعطيك سرعة وأداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وتقنية اسمها Intel Optane. مرت عليكم Intel Optane؟ هي تقنية جديدة مسوينها نفس Intel 3D Cross Point. هي زي التقنية في الأركيتكتر، في البناء، اللي تممتها Intel على أساس تطلع لك نوع ذاكرة جديد. بس لحظة، مو ذاكرة الرام اللي احنا نعرفها، لا، ذاكرة بأسلوب مختلف، أسلوب مختلف في طريقة نقل البيانات وفي طريقة تخزين البيانات. فأنت عندك في جهازك الرام وعندك في جهازك القرص الصلب، ولكن Optane بيتواجد كشيء جديد في جهازك. ذاكرة الأوبتين تتواجد كمساحة تخزينية يتحط فيها أهم الأشياء اللي أنت قاعد دائما تشغلها وتسويها في جهازك، أهم الألعاب، أهم التطبيقات، أهم البرامج. بتكون النتيجة أداء أسرع، وحقدر أبسط لكم الفكرة أكثر لو وضحت لكم هالمثال. تخيلوا إني موجود في قرصة، وفعليا الكتب موجودة على كل الرفوف الكثيرة اللي وراي، وإذا أحتاج أي معلومة بروح لها بأخذها، أموري جدا تمام، حاخذ المعلومة بشكل جيد وكل شيء. ولكن إذا كان عندي تقنية أوبتين، فموجود معي مساعدي الخاص. المساعد هذا شاف أهم البرامج موجود تطبيقات اللي هي هنا كتب، فعلى طول معاي وين ما رحت وجيت تلاقي هذا المساند موجود معي، فكل الكتب موجودة معاي وين ما رحت وجيت. المفروض قرب، تعال قرب كذا اساس انه مساعد معي، وبعدين نرجع سوا اوكي كذا تمام. فماهر الحين اللي قاعد يساعدني لاحظ اهم الكتب اللي دائما قاعد استخدمها، فأبت وين رحت؟ أوبتين موجود معي اوكي، فهو هذا الجهاز في أوبتين، هارد ديسك في أوبتين، ففعليا أوبتين دائما يساندني في هذا الشيء وين ما رحت وجيت. اهم التطبيقات معه، هذا التطبيق ما شغلته شهر خلاص راح من القائمه، ومكانه جاء التطبيق اللي قاعد استخدمه هذا الشهر. دائما أوبتين ماهر ما شاء الله يساعدني ويعطيني كل شيء. وضحت فكره أوبتين؟ طيب لو ما عندي أوبتين ايش يصير؟ ارجع اروح الرف عشان اجيب الكتاب، ياخذ وقت اطول وبرضه الليتنسي اعلى. خلينا نشوف أوبتين، يعني ما اوكي أوبتين ما في أوبتين، في أوبتين في الكمبيوتر؟ ما في أوبتين في الكمبيوتر. فالقراءة عندي أسرع، الليتنسي عندي أقل بكثير، وأيضا الأداء أفضل. ولكن بالضبط كيف أقدر أجيب أوبتين؟ أوبتين حاليا يشتغل مع معالجات إنتل الجيل الثامن، فلو جيت تشتري لابتوب أو عندك تجميعة بي سي، فكر في معالج الجيل الثامن لأنه يدعم تقنية الأوبتين. وإذا جيت تشتري لابتوب، ابحث على وجود الأوبتين كمساحة الذاكرة التخزينية على 16 جيجا بايت تقريبا، حتكون موجودة في نفس اللابتوب، وهنا أنت اللي بتستفيد. وللتوضيح، الكمبيوتر المكتبي لازم المذربورد تدعم سلسلة انتل اللي هي 200 على اساس تشتغل تقنية الأوبتين، وهي ما هي بقرص صلب M.2، لا، نتكلم على شيء لحاله موجود يشبه M.2 كاركيتكتشر، ولكن لا هي ذاكرة أوبتين. السرعة بتكون عندك مرة واضحة في اللابتوبات من ناحية البوت اب الستارت، كل مرة قاعد تسوي نفس الاعمال فيها كل ما حتكون عندك اسرع والاداء اسلس. ايضا في مسألة تشغيل وتحميل الالعاب وبدء المراحل، هتلاحظ في فرق مع كثير من هذه التطبيقات، كون انه ذاكرة الأوبتين زي ما شفتوا هي المساعد اللي واقف جنبك وقاعد يعطيك على طول نفس المعلومات اللي تكرر طلبها منك لنفس الكمبيوتر. ومع برامج المونتاج بتلاقي ايضا سلاسة في الاداء وفي التجارب. الحين اللي اقدر اسوي لكم اياه انه تجارب فعلية مع لابتوبات، اجيب لكم لابتوب في أوبتين ولابتوب ما في أوبتين، وحتى لو بغيتوا من فئات سعرية مختلفة، ولكن انتوا اللي يبغى لكم تطلبوا وش هاللابتوبات وش الاشياء اللي تبغوها. وعلى فكرة ما ابغى ارفع في البجت، ما ابغى ابدا ارفع في البجت في الميزانية. ليش؟ على اساس فعليا اثبت هل الانتل أوبتين حتوفر معاك فلوس، حتقدر تعطيك كفاءة وإنتاجية جدا كويسة وعالية وسرعة مع نقدر نقول توفير جيد ولا لا. ولو قريت أكثر عن تقنية أوبتين هتعرف أنه يمكن أوبتين دي تنتقل لأكثر من مجال كتقنية، والكروس بوينت اللي سووها وطريقة نقل الذاكرة والميموريز فيها شيء جدا ذكي من أنت. نهاية الفيديو كل فيديو، يلا أعطونا آراءكم وقولوا لي على أساس أني أسوي المقارنة، ومن عيوني أبشروا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحتاج منكم التعليقات وش الأجهزة اللايكات، وأيضا لا تنسونا من دعائكم.